مشاهدينا الوقت قرب لحتى نتغدى، منشان هيك أنيتا جاهزة مع الشفادي بالمطبخ لحتى نتعرف على طبق اليوم. مظبوط إليو، يعني ولكل السيدات يلي بعد مش عارفين شو بدهم يطبخوا اليوم اجوا على المحل الصح، أنا صرت جاهزة وخليكم معنا لنشوف الشيف فادي شو محضرنا اليوم. هاي شيف. بونجور. كيفك؟ تمام الحمد لله. منيح؟ شيف اليوم أكيد في كتير سيدات مثل كل يوم ضايعين مش عارفين شو بدهم يعملوا أكل لأولادهم، والسؤال اليومي شو بدكم تتغدوا اليوم؟ بس بدي مرق شغله على طول، على طول بكون في ديو بالفن. ايه؟ بقى هون بالمطبخ اليوم ديو مستدعيك يكون ديو انا. بقى اليوم اكلتنا رح تكون فتت دجاج. فتت دجاج هي معودين عليها فتت باذنجان، فتت حمص، فتت قريدس هلا اخر فتره شوي، بس فتت الدجاج، فتت الدجاج لا موجوده هي يعني، بس انا يعني استنتجنا انه لا في كثير ناس ما بيعرفوها، اليوم حبينا ندوي عليها اكثر، بندوي عليها اكثر ورح نعملها نحن مع رز حدها، وفي فين يعملوها مع سلطة. اوكي. واكيد نحن من المرق تبول الدجاج رح نعمل الفتة اساسيا، نحن جايبين صدوره رح نسلقهم سلق مع المطيبات، ومن المرق رح نشيل نعمل نحط مع اللبن مع الطحينه والثوم وهيك، يعني بس يعني الزياده عن غير الفتات انه رح ناخذ مرق الدجاج اللي عم نحن نسلق فيه ونعمل صوص على اللبن، واكيد في مكسرات عم شوف القلوب، في رز حدا وهيك. اوكي. لا انه طيبه رح تكون مش عاطله. وفي شيء ثاني كمان شاف عم تحضروا حدا؟ رح نعمل كمان كبه بطاطا، بما انه مطبخ لبناني اليوم بامتياز، رح نعمل كبه بطاطا يلي هي رح تتالف من البرغل الاسمر، يعني البرغل اللي بنستعمله بالتبول الناعم. اوكي. مع البطاطا اللي نحن عم نسلقها هلا. اوكي. رح كمان نفرم لها بصله ناعمه، نعنع، القرفه، السماء، ونخلطها مع بعضها هلا. وفي خبز كمان على جنب، وفي خبز كمان رح نستعمله للفته اكيد. اوكي. اوكي. رح نحطه من تحت، فينا نقليه وفينا نحمصه، احنا رح نحمصه مع سماء كمان. ورح نحط لها للكبه كمان جوز. اوكي. يعني في عندنا بروتينات وعندنا كمان لوبات يلي هن الجوز، رح نحطهم على وجهها، وعندنا اللوز المقشور راح نحطه للفتة الدجاج. اوكي. انا راح اقعد على جنب وبلش معك هيك ستيب باي ستيب نشوف شو راح بلش. انا راح بلش. أوكي. بالطبق هلا. مشاهدينا انا حاطط طنجرتين على النار، اول وحده يلي هي انا مقطع البطاطا مكعبات وحطيتهم بالنار اللي عم تغلي هون، تقريبا راح يخرسوا سلق، راح انا بعد شوي اطحنهم بايدي ونرجع نحط المطيبات كلهم والبرغل نغسله اكيد ونحطه معهم تيطلع لنا الكبه، فينا نكبكبها فينا نعملها بولات. طبقنا هلا في عنا هون كمان طنجره ثانيه يلي فيها المطيبات يلي هن حطيت انا الهيل، عود القرفه، هلا كمان رح زيد شويه مطيبات بعد، وانا قطعت جزر وحطيته. ايه. يعني هن المطيبات اهم شيء. رح احط بصله، صرنا البصله بس كون نحن عم نعمل مرق او بدنا نسلق دجاج، البصله هي بتسحب الزنخه كلها، تمتص كل شيء، وضروري البصله مهمه. وهلا في عندي السفين انا الدجاج رح اقربهم لحد، رح نبلش نسلق، لانه بلشت مي هون مشاهدينا عم تغلي، بس بلش تغلي المي دغري رح ننزل الدجاج. هلا شاف اذا شويت الدجاج بدل ما تسلقه ما بتزبط؟ هي ال يعني بلا بتزبط، بس انا لانه بدي اسلقهم وبدي فصفصهم، عرفتي؟ يعني بدي فصفصهم تنوزعهم على الطبق، لانه اسهل بالاكل وهيك. هو الشوي خلق للباربيكيو هيك، انه اليوم رح نسلق يعني. خلينا نرجع نذكر انه كان المكونات عم يقطعوا، كل المكونات عم بيقطعوا. هلا نحن حطينا المطيبات وحطينا بصله، واستعملت انا صدورة الدجاج وحطيتهم هون، هلا رح اقوي الغاز على الاخر كرمال. هلا اللي بدي اعمله بدنا فينا نعمل رز مع شعيريه وفينا نعمل رز لحاله، انا رح استعمل رز البسمتي اليوم، بس رح افلفل رز لحاله مع العود القرفه ورق الغار كمان تنعطيه نكهه للرز، ورح يكونوا حد الدجاج. هلا الدجاج ما عملنا شيء، نحن عم نسلقه بس ما في له شغلتين، رح اغسل انا هلا
قد ايه بياخذ وقت تقريبا سلق الدجاج؟ شو هو؟ سلق؟ ايه سلق الدجاج بده تقريبا 45 دقيقة. بيستوي على الاخر، بضل هيك لانه هو بالماي بضل مرتاح على وضعه. رح اجل هلا الرز بعد شوي لاخر فكره تا نستعمله اخر شيء. رح اشتغل انا بالبطاطا هلا، مع انه البطاطا صارت مستويه تقريبا على الاخر. اوكي، رح صفيها شوي هلا وبلش اطحنها واحط ال رح خفف الغاز. هون هلا مشاهدينا عم صفي البطاطا. جات حطيتها بجات الكبير هيدا، هلا بدي امعصها كرمال ارجع زيد المطيبات بقلبها والبرغل هيك. بهالطريقة رح امعص انا البطاطا، كمان رح زيد البرغل ناعم. بتعرف شيف على طول بتلجأ هيك لأكلات بيتوتية مثل ما بيقولوا، بيكونوا مكونات موجودين بكل بيت وسريعين. صح، سريعة وطيبة، وهيدي بتتاكل باردة يعني الكبة. الكبة البطاطا في ناس بيكلوها هيك أبيتايزر بلا خبز، فيك تعملها مع خبز مع بصلة خضراء مع فجل، لانه طيبة واحد اذا قطع مش على طول البطاطا. هلا البرغل شيف بتكون ناقعه قبل بوقت او ما ضروري؟ البرغل على طول بنغسله، انا بغسلهم شوي وحطيتهم على جنب. اوكي، وانا بحب يضل فيها هيدي القرشه الخفيفه يعني ما تدوب على الاخر. اوكي، بس هلا لانه البطاطا كمان فيها مي بعد بتشربها وبيمشي حاله. بس انا صفيت البطاطا مشاهدينا، حطيت البرغل هلا، هلا رح احط كل شيء مطيبات. اول شيء عندنا نعناع اليابس تقريبا ملعقه صغيره، في عندي القرفه، كمان ربع ملعقه صغيره، في عندنا السماق، زيت الزيتون، يعني كلها مكونات تحسي انه هيك عن جد بيتوتيه. بيتوتيه بتعرف انا اطيب شيء عندي البطاطا المسلوقه صراحه. طيبه طيبه ليكي هيك بكون واحد يعني بس تنسلها بتكب النشويات تبعولها كلها، بطل تاذي كثير يعني. انا ما بحب النشويات. هلا بندعكم شوي مع بعض وبنرجع. طيب بدي احط ملح وبهار اسود، مشاهدينا كبة البطاطا رح اذكركم شو حطينا بقلبها. نحن بطاطا سلقناها تقريبا كيلو، قطعتها مكعبات تنسلق بسرعه، رجعنا صفيتها هلا من شوي وحطينا سماق، نعناع يابس، قرفه، هلا بدي احط بعد ملح وبهار، حطيت زيت زيتون، كمان هلا في عندي بقي شقفه بصله انا رح افرمها ناعم، على طول البصله بتنكه وتعطيها طعمه طيبه. الخبز كمان شايف بدك تحطهم هلا بالفرن، وما ننسى البرغل اكيد لانه هي اصلا كبه بطاطا، بس يعني بس نلفظ كلمه كبه يعني على طول البرغل اساسي بيكون موجود. ونحن مشهورين هون بلبنان بالكبه، كبه البطاطا، كبه الزغرتويه، ما نمرقش نهار، بس هوديك دسمين بتخلون لحمه. ايه ضروري نمرق الكبه الزغرتويه شي مره. ايه طيبة. بس هلا شوي تتشوب الدنيا. سوري تتبور الدنيا. وإذا مشاهدينا هلا عم بفرم أنا البصلة توزعها. هلا في ناس بحطوا البصلة الخضراء كمان بنعموها. وأنا أحط البصلة العادية، البصلة اليابسة بيقولوا له. بعد أحط ملح وبهار. تكون جهزت عنا العجينة. هذا الملح. هذا بهار الأسود. هلا رح كفي دعك بإيدي أنا أحسن.
هلا شو بدك تعمل فيهم شيف بعد ما تخلص؟ هلا فينا نكبكبهم نعملهم مثل شكل كبة، فينا نعملهم مثل شكل مبروم بولات، فينا نمدهم بصحن. هلا بنشوف، انا بدي اياها لتبرد لاخر فقرة ونشوف كيف بنزينها اخر شيء او بنحطها هون. بس تدخل ايد الام يعني بيمشي الدعك والعجن. هلا هيدي الطريقة صارت عنا مثل عجينة تقريبا. من هيدي هي مشاهدينا، رح شيل انا شوي منه. هيدي هي كبة البطاطا صارت جاهزة بين ايدينا، انا رح اتركها على جنب تبرد شوي، نرجع بنسكبها اخر شيء، رح نعمل كذا شكل. هلا هينة وسريعة، وفي واحد يعتبرها هيك ابيتايزر صغير قبل الغداء يعني. نحن هلا بالفقرة الثانية رح نكفي طبخة الفتة الدجاج. نحن عم نسلق الدجاج، وهلا الرز رح نفلفل الرز كمان حدا، ورح نعمل اللبن وكمان المرق رح نشيل منه مع اللبن والثوم، وكمان رح بالزبدة نعمل سوتيه اللوز. انتظرونا تنشوف فتة الدجاج، كمان أكلة طيبة وفيها بروتين وهينة كمان. مشاهدينا رح نطل طلة سريعة على الشيف لنشوف وين صار بتحضير الأكل. شو يا شيف فادي؟ وي أنيتا، نحن ماشيين خطوة خطوة معكم مشاهدينا. كبة البطاطا اللي بلشت فيها أول فقرة أنا خلصت، تركتها على جنب تتبرد وسكبتها بهالطريقة بالجات قدامنا. حطيت جوز على وجهها أنا هيك لزينة، وبتعطيها بتلبق معها كمان. يعني هيدي كبة البطاطا خلصنا منها وسكبناها وبردت. رح نرجع طبختنا الأساسية يلي هي الفتة الدجاج. هون المرق دجاج تقريبا استوى على الآخر، صار في أنا استعمل مرق منه تا أطبخ الرز. فعندي أول شيء الرز يلي أنا غسلته بدي صفيه هلا. أنا حطيت بالمقلاية هون زبدة، وحطيت مطيبات ورق غار وهيل. هلا بدي نزل فوقهم الرز تطبخه. ورح أعمل كمان من المرق رح أعمل صوص تبع الفتة الدجاج. هول الرزات خلصت منهم، رح أقلبهم شوي مع الهيل ورق الغار، رح ملحهم وبهرهم وحط لهم مرق كمان. رح أحط 7 بهارات، رح أحط لهم زنجبيل كمان. هذه 7 بهارات رشة، هذا الزنجبيل بودرة، أكيد نملح شوي. بس فلفلهم شوي صغيرة، بحط لهم من مرق دجاج. يعني أنا عامل كوب رز، بدنا نحط كوبين مي، رح أحط كوب مي عادي ورح أحط كوب مي من المرق. هون كمان بتفال صغيرة ومقلية صغيرة، رح أحط اللوز كمان يلي بدي حمصه، كمان مع زبدة رح حمصه هالمرة لنأكل شوية دسمة. رح حمصهم هون على جنب، تنحطهم على وجه الرز. كمان في عندي الخبز، عايزين خبز المحمص. والبهارات خلصت منه انا. الخبز المقطعه انا بطريقه مربعات، خبز العربي معروف موجود بالبيت. رح احط زيت زيتون وسماق، فوتهم حمصهم بالفرن. زيت زيتون بخليهم يشقروا بيعطينا النكهه، والسماق كمان بيعطيهم طعمة للأكل. هذا السماق رح وزعه على كل خبز. مباشرة على الفرن. فعندي هلأ اللبن عطول بالفتات،
بس نسمع الفرتات يعني في لبن. هيدا اللبن قدامي انا هلا، رح كمان بدي اطحن توم شوي نعمهم، هون عندي 3 حبات توم، لمعصهم بهالطريقة، نعم قد ما فيه، رح زيدهم مباشرة فوق اللبن، رح جيب ملعقة كبيرة كمان للطحينة، عتالي كل كوبين لبن بدهم كوب طحينة تقريبا، هلا هون رح اخفقهم انا مع بعضهم قبل احط الملح والبهار، بدي ارجع احط من مرق الدجاج للرز وللصوص اللي قدامي. هلا بشريت بخفقهم مع بعضهم، هلا جيب كفكير وزيد من المرق، رح اخد كفكيره وحده من المرق الدجاج واضربها مع اللبن والطحينه، هيك عم ناخد النكهه من المطيبات من الدجاج اللي حطيناه هون. هلا انا شوي رح صفي الدجاج على جنب، رح فصفصهم، صار الميزون بلاس تبعنا تقريبا صار ريدي. هلا هون بدي احط من المرق للرز، يعني المرق اهم شيء اليوم بطبختنا، هو اللي عم يعطينا النكهات كلها. هون الرز هلا اول ما يغلي بنسكر عليها، الرز صار جاهز، الصوص جاهزه، اللوز عم بحمره انا هون، الخبزات صاروا بالفرن. هلا بدي اشيل الدجاج صفيهم، هودي السفاين رح شيلهم صفيهم انا وفرفطهم، نرجع نقدم طبقنا بالفقرة الأخيرة. إذا أنا صدورة الدجاج أرجع أذكر مشاهدينا، حطيتهم مع المطيبات هون، المطيبات إحنا اللي حطينا جزر، بصل، القرفة، حب الهيل، حطيناه هون ومنهم سلقنا الدجاج وأخذنا للرز مرق وأخذنا لللبن كمان، فصرنا جاهزين هلا لنحضر طبقنا النهائي. هلا ما تروح لبعيد، بريك صغير وهنرجع لكم نشوفكم اخر فقره. وصلنا لاخر فقره من برنامجنا مثل العاده بهالوقت، بنكون صرنا انا واليو بالمطبخ، بدنا نشوف الشيف فادي كيف رح يزين البلان النهائي يلي هو فتة الدجاج. صح، وصلنا على النهايه وهلا رح نسكب، انا الرز صار جاهز هون، الدجاج تركته بالمرق انا تضل سخن وعنا اللوز رادي كمان، وعنا اللي عملنا الصوص يلي هي الطحينة ومرق الدجاج واللبن، حطينا توم وملح، وهلأ صرنا جاهزين لطبقنا. رح تعمل الدجاج دغري على الهواء قدام المشاهدين. من رح نفرفطهم وفينا نتركهم شقف كبار. أول شيء رح حط رز من تحت، هيدا هيل مع الرز ما هيك؟ نعم، حطينا الهيل وعود القرفة ورق الغار كمان، قديش عم بيعطوها روايح ونكهات طيبه. ذكرني شيف انا، لانه شفت بالمكونات بالاول اللبن، هلا ما عاد شفته وين راح؟ لبن صار مع الطحينه، لبن هون مع الطحينه، وحطينا من مرق الدجاج كمان معه تنعطي نقوي النكهه والطعمه، ويطلع لنا صوص طيبه. هلا هو الورق الغار يعني شفاتي ننقيهم، مش بس بشتغل على طبق كتير جديد وهيك غني، كمان بشتغل على صوص لانه هي بالنهايه الطعمه الاساسيه الفته 100%. هلا حطينا الرز اول شيء، هلا صدورة الدجاج،
فينا فصفصة. ايه فينا اهون بالاكل. اهون بالاكل. يعني مثل ما شايفين مستوية بقلبها. والصدر بنشف بس انا قصد تركته بالمرق تا ما يطلع ناشف على الاخر. هيك بضل. ودائما بيقول لنا شيف فادي وبيعلمنا انه مرقه الدجاج ولا مره نكبها لما نخلص منها. على طول بتنكه الاكل. اكيد بتنكه الاكل. وحتى اذا شي مره عبالنا نعمل سوب شوربه صح بنستعملها 100%. هلا رح جيب الصوص اللي عملناه بنوزع. هلا هي اجمالا شاف الفتة معروفة انه لبن وبتحط لها يمكن حمص او باذنجان او شم. صح صح. انت حطيت لها رز. حاطين لها رز. في هلا فينا نعملها فتة دجاج مع حمص بس انا فضلتها مع رز تيطلع يعني ما تطلع ابيتايزر تطلع طبخة يعني. ايه بتشبع شوي رز على الدجاج او لا؟ شوي قريب عليها صحيح. بس غير بهارات وغير مطيبات وغير طعمة. بعد في الخبز كمان على جنب يلي شويهم الشيف وزادت لهم سماق و سماق. شو كمان؟ زيتون؟ لا حطينا زيت زيتون زيت وسماق. يعني طبق غني منه ابيتايزر صار لا اساسي. صح. في اللبن وفي الدجاج كل شيء يعني. شاف الكومنتس اليوم يلي عم تجي على مواقع التواصل الاجتماعي لمورنينج توك والال بي سي اي على الطبق كثيره. بس بنقول للمشاهدين اكيد فيكم تلاقوا الريسيت وطريقه التحضير اونلاين على ال بي سي اي وكمان مورنينج توك والموقع الرسمي الالكتروني اكيد وعلى بيج كمان. صحيح. على الشيف فادي اكيد. يعني هذا الطبق مسح لبن شوي. هيدي خلصت شيف ما هيك؟ وي هيدي كبة بطاطا مزينتها جاهزة وشكلها كمان كثير بشهي صارت جاهزة لتقدم 100%. بعد فينا نزيد اللوز. بدنا نزيد اللوز هلا عليها وبنجي انا والشيف لعندك اليو. هذا الطبق ما اخذ كثير وقت. مكوناته انا بعتبر كتار يعني فيها لبن فيها رز فيها تشيكن غني وبشبع. رح نعوز الحامض للكبه. الحامض في اللي بده يعصر على الكبه في واحد. وانا اخر شيء رح احط زيح دبس الرمان على المكونات كلها. يعني شف عن جد كانت ويت انه ندوق لانه شكلها بشهي. انا بوريك يعني تمشناك رح اقعد. تفضلي. ميرسي. هيدا الطبق. سوري. يب. ألف صحتين. شاف سلم إيديك. ولا مرة خيبت لنا أملنا ولا أمل المشاهدين كل ما كانوا عم بيجربوا الأطباق يلي عم بتكون عم تعملنا إياهم على الهواء. يعني ضروري بس يصير في التزام بالمكونات ويمشي خطوة خطوة تطلع الطبخة طيبة وغنية يعني. على قد مثل ما هي. 100%. سلم ديتك. سلم ديتك شاف. مشاهدينا لهون بتكون خلصت حلقتنا من مورنينج توك لليوم الثلاثاء 25 تموز وبنلتقى فيكم كمان انتن. بكرة؟ اليو اكيد بكره في حلقه جديده بس اليو بيلتقى فيكم الخميس وانا الجمعة رح نكون منفصلين كمان هيدي المره. يلا مش مشكله مهم تكونوا على الموعد انتم مشاهدينا. لا نحن رح نكون معكم على الموعد بكره من 8 ل 2. باي باي باي. صحتين.